ما هاد الناس واش غادي يستقبلوا رمضان ب 500 600 ريال؟ حنا كنتسالو 3 شهور وحنا خدامين طامعين هاد الشهر طامعين شهر لاخر كنصبروا وكنخدموا شهر لاخر على اساس طامعين نشدوا هاد الشهر وما كاينش اللي غادي يتلفت لينا ولا غادي يحس بينا. تجاوزات العنصريه شي كيتخلص وشي ما كيتخلص شي كيتعطى لافونس شي ما كتعطاش. هذه الشغيله التي اليوم الثالث في رمضان ولم تستحق ولم تاخذ ولو درهم واحد، فهذا وضع مأساوي تعيشه هذه الوحدة الإنتاجية اللي هي أغوزان أو ناسي مفود أو طلال التسمية. لذلك احنا ما زلنا في نضالنا وما زلنا مستمرين حتى تحقيق المطالب. ما عاد ينوي لنا حتى شي حد الدرع ديالنا، ما عاد حتى شي واحد يدير علينا هذوك المناورات الخاوية ديالو، لأنه جلسنا طويلة مع المسؤولين مرة وجوج وثلاثة ولم يلتزموا. إذا كنت نقولوا لغاية في نفسي عقوف، لغاية في نفسي عقوف. بغاو باش هاد التضامن يتشتت ويمشي ويبدا يدير الوسائل، والوسائل البارح بدات مع الربعة أجوا باش تخلصوا، باش تخلصوا. شوف 600 ريال كيف قال الاخر البارح، 1000 ريال 1500. بالله عليكم واش هذا ماشي تلاعب؟ وتلاعب على جميع الاصعده. كل المسؤولين راه عارفين هذه المهزله، راه المهزله هذه اللي كتوقع في هذا الوزير وفي هذا الشهر المبارك. وحنا ننتظر، نحن ننتظر تدخل للمسؤول الأول على الإقليم، عامل الصويرة أو عامل الإقليم على إقليم الصويرة. علاش؟ لأنه المسؤولين الآخرين متحفظون الآن، ما دخلت عند حتى شي حد عندنا، ما جاوش ب 0900 تصنتوا لينا ونبلغوهم، خداو الرسائل من الشعارات فقط. إذا كان اليوم أننا نكونوا جالسين في الطاولة ديال الحوار ونتصنتوا للنقاش. الآن كل شيء تيتسأل ونتساءل كمنظمة ديمقراطية للشغل، واش هاد المسؤولين فوق القانون؟ واش ما هناك ما كايناش مدونة الشغل؟ واش ما كاينش حقوق ديال العاملات العمال وحقوق المرأة؟ يا مسؤول يا جبان والعامل لا يهان، 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 يا مسؤول يا جبان والعامل لا يهان. لا حقوق لا قوانين، لا شحنا مواطنين، لا حقوق لا قوانين. كنعانيو من التهميش ومن عدم صرف الاجور ديالنا. كنتوعدوا بالله غناخذوا واحد لاصوم كيتعطانا، اصوم اخر ما كناخذوش، الاجور ديالنا هي هذيك. كنعانيو الناس مساكن توعدوا باش يشدوا ثلاثه الكنزات، على اساس الكنزه الثالثه هي اللي فيها واحد شويه باش يدمقوا هاد الناس وباش يصرفوا، فاذا بهم كتلغى الكنزه الثالثه وكيتعطاو جوج كنزات ما فيهمش شي مخلصه 600 شي مخلصه 1000 ريال، المخيره مخلصه 4000 ريال. ما هاد الناس واش غادي يستقبلوا رمضان ب 500 600 ريال؟ حنا كنتسالو 3 شهور وحنا خدامين طامعين هاد الشهر طامعين شهر لاخر كنصبروا وكنخدموا شهر لاخر على اساس طامعين نشدوا هاد الشهر. توصلنا 3 شهور وكون ما
كون ما وقفنا غنمشو حتى لخمسة شهور وما كاينش اللي غادي يتلفت لينا ولا غادي يحس بينا. التجاوزات العنصرية شي كيتخلص وشي ما كيتخلص، شي كيتعطى لافونس شي ما كتعطاش، السلعة كتخرج وما كنتخلصوش. مني كنجو الإدارة نبغو نهضرو مع مسؤول تينقز لينا مسؤول آخر ما ليه حتى علاقة، خصنا بعدا نعرفو فينا هو المدير وفينا هو الآخر كيهضر في بلاصتو. اللي يهضر على حقو كيخرج. ما كان إلا هضرات المرأة تخرج من بلاصتها. خصنا هاد الشيء يدار ليه القانون. واللي في شي أطاش نعرفوه، اللي في بلاصت المدير نعرفوه، اللي ماشي مدير نعرفوه، نعرفو كل واحد أشنا هي بلاصتو. تحية. نضالية عمال وعاملات على هذه المحطة النضالية اللي كتجي هو معتصم مفتوح إلى حين تحقيق المطالب اللي على رأسها صرف المستحقات ديالهم اللي كيسالوا دابا كاين صحاب الشهر كيسالوا 3 شهور صافية، وكاينين ديال الكنزة اللي كيسالوا 5 كنزات متتابعة. للعلم فإن المكتب النقابي قام مجموعة من المحطات المجموعة بتفاوض مع إدارة المعمل في مجموعة من المراحل بحضور وفي مقر المديرية الإقليمية للشغل، إلا أنه كل اتفاقات لم تلتزم بها الإدارة، رغم أن المكتب النقابي أبدى مرونة ونية حسنة لحل هذا المشكل هذا، إلا أننا اليوم وصلنا لحد يعني تفاقمت الأمور بأن الإدارة ما بغاتش تخلص الناس، وحنا عارفين المعيشة دابا غالية وهذا شهر رمضان المبارك. لهذا نحن نطالب إدارة المعمل بتسوية أجور العمال والعاملات كاملة، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.